بكم من جديد. إذن حلقة الاستفتاء الموسع الذي نجريها أو الذي نجريه كل نهاية موسم في الاستوديو مع الزميل صالح حمادي. صالح، يعني بما أن في الأفضلية، أول شيء مبروك فوز حصانك اليوم طاول الميدان في سباقات. بارك فيك هلال، شكرا، وأحب أشكر اللي باركوا بصراحة، لأن بعضهم ما تسنى جاي بالأول أنت اليوم في الإنتاج. ها إيه، الحمد لله، ونشكر سلطان محمد هو من قدم الجوائز، هذه الخيل المهور الواعدة اللي تركض لأول مرة. أيه، وبصراحة هذا شراكة أنا والأخ هلال الشيباني، يعني جاء سعر زين أجل مدام يركض أول مرة فاز، ما شاء الله تبارك الله. والله ما أعتقد هلال بيبيع، وهلال نتمنى له السلامة، هو في رحلة علاجية. ونبارك طبعا الفهد وفيصل أبناء هلال، فيصل هو المدرب، وعبد الله وأحمد طبعا قبلهم الجميع. أيه، للوالد طبعا بالتأكيد، والوالدة يستاهلون، مبروك، الحمد لله. خلينا نتكلم في الاستفتاء، فاجأتك النتائج أو جاءت متوقعة؟ لا، متوقعة بنسبة كبيرة، يعني أخ بتال ربما لو شاركت لكنت قريب جدا من تحقيق بما بنسبته تقريبا 90% إلى 95%، ولكن الأرقام يعني خلينا أقول لك فيها اكتساح، أفضل فريق النصر ب70%، الثاني 15% الهلال. تعلق بالتأكيد، شوف فريق أحرز الثنائية، يعني من الظلم أن لا ترشح، يعني حتى العقلاء من المنافسين الهلالي سجد أنه يرشح النصر لأفضلية الموسم. نعم، بالنسبة لي أفضل لاعب، هل فاجأك ناصر الشمراني في المقعد الثاني، حسين عبد الغني الأول، أيضا هلال ونصر؟ إيه، ربما في هذا الجانب تعرف صريح، يعني ربما لو سألت قلت ناصر الشمراني أولا وعبد الغني ثالثا، ولكن حسين عبد الغني يستاهل، يعني أسهم إسهام كبير في عودة النصر للبطولات. في حراسة المرمى عبد الله العنزي، أيضا نصر، وفواز القريم الاتحاد، والثالث ستيري من الهلال. ربما الكسار يستحق انه يدخل مع الثلاثي، عبد الله العنزي لا خلاف عليه، واستغرب انه ما يكون في المنتخب. وبالنسبه يستحق ان يكون افضل حارس في الموسم بالتاكيد. بالتاكيد افضل لاعب صاعد جمال بجندوح الاتحادي. انا اقول عبد الفتاح عسير الاتحادي، ولكن جمال بجندوح يعجبني لعبه، وتعجبني روحه، وتعجبني اخلاقياته في الملعب. نعم، نتمنى انه يكون من اللاعبين اللي يخدموا الكره السعوديه. رقم كبير جدا حققه تياغو نيفيز، ربما هو من أكبر الأرقام أو ثالث رقم في الاستفتاء، اللي هو يعني تقريبا وصل إلى النصف المستفتين، بين 46,000 اختاروه أفضل لاعب. شو يعني هذا؟ هو اللاعب المطلق بالنسبة لي، هو اللاعب الأفضل بين الأجانب وبين المحليين السعوديين. تياغو نيفيز هو أفضل لاعب في الموسم. بالنسبة لي كارينيو أفضل مدرب، سامي الثاني، الثالث الجروني. يستحق، بس استغرب انه ما يكون مدرب التعاون من ضمن الافضليه، لانه بصراحه حقق نتائج جدا ممتازه. نعم، برجع معك صالح، لكن خلينا نذهب الى الرياض، يلتحق بنا من هناك ايضا الدكتور تركي العواد. دكتور تركي، كيف تعليقك الاولي على النتائج؟ طبعا نتائج مقبوله بشكل كبير، واضح انه نشوه النصر اثرت كثير على يعني على الاستفتاء في بعض الاشياء اللي انا اعتقد انه فاز فيها النصر لانه حقق البطولات، ولكن لا يعكس فعلا الاداء الحقيقي لبعض يعني بعض اللاعبين، او حتى بالنسبه لي مثلا الجمهور. انا اعتقد للسنه هذه كان في تنافس غير عادي بين جمهور الهلال وبين جمهور النصر، الفارق الكبير بينهم ظالم للهلال. أنا أعتقد حتى الهلال في البطولة الآسيوية أنا أعتقد نتفوق بشكل كبير، فلو كنت بصوت يعني الأفضلية في الجمهور لجمهور الهلال. وبرضو أوافق العزيز صالح أنه ناصر الشمراني يعني يستحق أفضلية الموسم، وفعلا حسين عبد الغني لعب موسم غير عادي، وكان قائد وكان لاعب غير عادي، ولكن ناصر الشمراني كان بروحه بقتاليته بأهدافه، كان لاعب لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر. جميل، بس هذه بقية الأشياء أتفق مع جميل. خلينا نذهب لفيصل بوثنين، التحق بنا الآن من لندن. فيصل، أهلا بك معنا، أريد أن أسألك، هل فاجأك أي شيء في النتائج؟ مساء الخير بتال عليك وعلى الأخوة الزملاء وعلى مشاهد العربية. أنا ما أدري بتال الحصان حق صالح حمادي داخل في الاستفتاء ولا مو داخل. مقدم يا ابو ثنين، مقدم طبعا، امون على الشيباني مقدم. كفو مبروك مبروك الفوز، مبروك، تستاهل فيصل. وعموما بتال حقيقه النتائج كما ذكر الزملاء يعني متوقعه، وهذا هو الحقيقه الواقع والحقيقه يعني اللي يحاول البعض انه يعني يتجاهله، ولكن هذا هو الواقع. ولكن انا تفاجات ان الجماهير يعني اعطت عبد الغني حقه من التصويت، لان عبد الغني كلاعب ظهير ولاعب ما سجل، ولكن مستواه الثابت والتزام حسين عبد الغني هذا الموسم، عدم وجود اي مشاكل لحسين عبد الغني كما هو معتاد منه في السابق. اليوم حسين عبد الغني في سن 36 سنه يعني ويحصل على افضليه
هذا أعتقد أنه يحتاج إلى تساؤل آخر، بالتالي هل نضبت الكرة السعودية من المواهب أو من النجوم اللي يستطيعون أن يكونوا مؤثرين في الكرة السعودية؟ أيضا أنا أعتقد أن التقرير أو التصويت تجاه اللاعب مهم في فريق النصر اللي هو محمد السهلاوي، اللي كان تأثيره كبير حقيقة على نتائج فريق النصر وعلى الروح المعنوية اللي كان فريق النصر يعيشها في بدايات الدوري. ولكن طبعا ذاكرة الجماهير وذاكرة الأغلبية دائما تكون قصيرة، ويأتي التصنيف أو التميز في نهاية الموسم. لذلك أنا أعتقد محمد السهلاوي ظلم كبير في هذا التصويت، وكان يفترض أن يحقق على الأقل أفضلية الموسم. جميل، خلنا نذهب إلى صالح الصقري في جدة. صالح، بالنسبة لك هل كانت هناك نتائج مفاجئة في أصوات 46 ألف شاركوا في هذا التصويت؟ بسم الله، مسي عليكم ومسي على الضيوف الكرام الأساتذة والدكتور والكابتن فيصل. بالعكس، أتوقع أن التصويت مستحق لكل اللعيبة، وأيد زملائي أنه الكل سواء الكابتن حسين أو المدرب أو الجمهور أو حتى جمال بن جدوح، مع أني أتفق مع الأستاذ صالح أنه عبد الفتاح عسيري كان الأفضل والأبرز، لكن كل الاثنين إن شاء الله في مصلحة الكرة السعودية أولا. فأتفق مع الجميع، يستاهلون. نتمنى إن شاء الله يعني، وهذه راجع للقناة العربية يعني والبرنامج بالذات، إنه التصويت فيه نزاهة وفيه استحقاق لكل شخص حصل على المركز الأول. جميل. إحنا بس ذكرتني بشيء، إنه النتائج والفرز كله إلكتروني، نحن لا نتدخل فيه يدويا، هو سلم يعني لجهة هي التي عملت الاستفتاء، إحنا بس أخذنا النتائج كما هي من هذه الجهة. صالح الحمادي، فيه استفتاء من ضمن الأسئلة: أفضل إدارة في اتحاد الكرة. النتائج جاءت للجنة الاحتراف وضع اللاعبين 27% في تقارب معها من لجنة المسابقات 21%، رابط الدوري المحترفين 15%، وتوزعت النسب الأخرى اللي 35 بين بقية أذرع اتحاد الكرة. إيش رأيك؟ اللجنتان الأبرز بدون أي مقارنة مع أي لجنة أخرى. طبعا في لجان مثل ما يقولون في عسل الإهمال يعني. نعم، بنشوف الأسوأ بعد شوي. طيب نتكلم عن الأفضل بصراحة. هما هاتان اللجنتان هما الأفضل في الموسم، باستثناء لجنة الاحتراف كان ممكن نعطيها 100% مثل لجنة المسابقات، باستثناء عندما جاء مثلا نقل المباراة بالنسبة للمسابقات، مباراة النصر التعاون والنصر من بريدة إلى، ولكن فيها تدخل جهات خارجية من ناحية الدفاع المدني. وفي هذا الجانب موضوع الجبرين، في اعتقادي أنه لجنة الاحتراف كانت مش سميها يعني فشلت ولا نجحت، لا لم تنجح في معالجتها، حاولت انها يعني مثل طبقت المثل اللي يقول الظلم على الجميع عادل مساواة، وهذا ما هو حقيقة. مفترض بصراحة، شوف انا متعاطف جدا مع الجبرين، اقدر الظروف الأسرية والاخري، ولكن نادي الرائد تحديدا لم ينصف في هذا الجانب. جميل. طيب خلينا نروح للدكتور تركي، وهو كثير يكتب عن في مقالاته دائما وينتقد إدارات الأندية. بالنسبة لأفضل مجلس إدارة، النصر، الشباب، الهلال، وتوزعت النسبة الباقية 8% على بقية الإدارات. تعليقك دكتور. طبعا منصفة بكل تأكيد، أنا أعتقد إدارة النصر السنة هذه عملت عمل غير عادي، ويعني سبقت الفرق الأخرى. يعني تكلمنا كثير عن الأداء، يعني استقطاب كثير من اللاعبين اللي أثر على فريق النصر وخلى النصر يعني يختصر عشرات السنوات ليلحق بالشباب والهلال والاتحاد اللي كانوا لعشرين سنة يسيطرون على هذه البطولات. فنعتقد أنه عمل ليس فقط على هذه السنة، ولكن أعتقد أنه عمل جبار خلى النصر يرجع من جديد للبطولات، فيستحقونها بكل تأكيد. وما في أحد يعني أي إنسان شاف المجهود اللي سواه الفريق النصراوي السنة هذه يمكن يبخس الإدارة النصراوية حقها، فأكيد أنها تكتسح. جميل، خلينا نذهب لفيصل بوثنين في لندن. فيصل، في سؤال مهم جدا في الاستفتاء كان عن أفضل لاعب صاعد. النتائج: جمال بجندوح 30%، محمد كنو والاتفاق 22%، سلطان الدعية المراكز الثلاثة الأولى، سلطان الدعية طبعا 16%. هذا من أهم الأسئلة ومن أهم الأشياء اللي ممكن تكون دافع للاعبين. هل جاءت الخيارات منطقية بالنسبة لك أو خلت من أسماء؟ والله بتال طبعا احنا يعني في مسألة اللاعبين الصاعدين يجب ان نفصل. يعني جمال باجندوح لم يتألق الا في اخر مباريات تقريبا، خلينا ناخذها مع نهاية يمكن باخر يمكن 10 مباريات مع فريق الاتحاد. جميل. بدأ جمال باجندوح يكون لاعب مؤثر في الفريق ويكون له تأثير الفني.
إذا بناخذ بالمجمل بالتالي إحنا كما ذكرت وأنت تعرف رأي هذا سابقا يعني عن مسألة الفرق الأولمبية، الفرق الأولمبية قاعدة تعطل الكرة السعودية وتعطل المواهب عن الكرة السعودية وتضر الكرة السعودية، لذلك أنا ضد فكرة الفرق الأولمبية لأنها فعلا عطلت لاعبين شبان كان يفترض أنهم يتوزعون بين الأندية ويرتفع مستوى الأندية، أيضا ما يكون اللاعب من الشباب في أنديتهم إما أن يكون لاعب أساسي ويبحث عن الأفضل أو أن يتجه إلى نادي آخر ويكون بروزه في نادي آخر، لذلك بروز أو قلة اللعيبة المواهب الشباب اللي الموسم هذا برزوا، لذلك لو تلاحظ الأفضلية ذهبت من ذهبت الحسين عبد الغني، ذهبت للعيبة اللي كانوا يعني افترض أنهم كانوا معتزلين ولكنهم أصبحوا الآن من أفضلية، وهذا دليل على أن الكرة السعودية حتى الآن لم تقدم المواهب القادرة على النهوض أو الاستمرارية للكرة السعودية في مواسم قادمة، لذلك أنا يجب أن نتوقف عند هذا السؤال بتال كثيرا ونضع العديد من الاستفهامات والتساؤلات حول غياب هذه المنهجية، هل ضعف الأجهزة التدريبية في الأندية في الفئات السنية، هل الفئات السنية والمسابقات لم تقدم مواهب وتقدم حلول لكي يكون هناك مواهب، لذلك هذا السؤال حقيقة بتال سؤال عريض وكبير جدا يشمل حقيقة مستقبل الكرة السعودية، يجب التوقف أمامه وإيجاد الحلول له. جميل. صالح الصقري ضيفنا الرابع من جدة، عن المدربين صالح كارينيو سامي الجابر خالد القروني، نسبة فارقة كبيرة لصالح كارينيو، كيف تعلق؟ أكيد ما في اختلاف، يعني كارينيو قدم مستوى أو قدم موسم كبير وحقق فيه بطولتين وظهر النصر بصورة يعني مختلفة، لكن سامي طبعا الوصيف وكان أول سنة تدريب حقق إيجابيات كثيرة، المركز الثاني لعب على كأس ولي العهد تأهل كأس آسيا، لكن أنا أختلف مع التقرير بخصوص الكابتن خالد القروني، أنا أتوقع مدرب التعاون كان يستحق أن يكون موجود مع الاستفتاء وأن يكون أحد المراكز الثلاثة يعني الثانية والثالث. خالد القروني إحنا شفنا النتائج وحتى جاء على آخر الموسم صحيح. النتائج يعني كانت ممتازة بس ما كانت هي اللي شفنا، فريق التعاون صحيح. كان المركز الثالث وقدم مستوى كبير هذا الموسم. طيب الآن بينضم لنا من المنامة أخيرا زميل مسلي المعمر، هو واحد من الضيوف الخمسة الثابتين للبرامج الرياضية في العربية. مسلي أهلا بك معنا، يلتحق بنا الآن من البحرين. مسلي نعم أهلا مسلي، صباح الخير. يعني أبغى أسمع رأيك، ما سمعنا من البداية بشكل عام عن الاستفتاء، 46 ألف مشارك، فيه اكتساح كبير لبطل الثنائية على أهم الألقاب. طبعا أنا أهني الجميع في البرنامج على العينة والشريحة الكبيرة جدا، 46 ألف إذا أخذناها بمقياس الإحصاء عينة كبيرة جدا، ومن النادر أن يتم يعني طبعا هذا خلال 24 ساعة بس، ترى يعني مو بأسبوع، هذا 24 ساعة بس، احنا حددنا 24 ساعة منعا لتوجيه الإجابات والحملات المنظمة اللي قد تدخل في الـ في الـ في الاستفتاء. والمعروف أن كلما يعني كبر حجم الشريحة المستفتاة أو المستطلع رأيها كلما قلت نسبة الخطأ. أنا كنت يعني كان عندي هاجس أن يعني العاطفة تدخل يعني في جوانب الاختيار، يعني الأندية الأربعة الكبيرة توقعت أن يعني يكون هناك يعني مثلاً لاعبين أو مدربين أو فرق يعني يحصلون على يعني أرقام غير متوقعة أو لا يستحقونها، لكن جميع الاختيارات يعني كانت يعني تعبر عن كان اللي اختاروا مدربين مهم مشجعين ولا 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 جماهير، وهذا أمر جدا ممتاز وتكرر أيضا في العام الماضي مع عندما حقق الفتح الأفضلية لقب الدوري عام ماضي، والفتح وفتح الجبالي وإلتن حققوا الأفضلية. جميل. طبعا إذا قسناها بمسألة الشريحة الكبيرة الأرقام جدا يعني أنا الليلة شعرت أني 46 ألف شخص مو شخص واحد، كأن الاختيارات يعني مجمع عليها مدربين وليس مشجعين. جميل. صالح في الاستوديو هنا يعني ما لاحظت شيء على الاستفتاء؟ في شيء مهم ما لاحظته خلني أقول لك هنا. تفضل. في قائمة الأفضلية فريق مهم غير موجود إطلاقا اللي هو الأهلي،
أشوف ما استغربت هالشيء يعني يعني لا موجود مع المدربين ولا اللاعبين الأجانب ولا أفضل مجلس إدارة ولا أفضل لاعب سعودي ولا صاعد ولا حارس ولا أي شيء. لأن الأهلي بصراحة شوف بقدر ما فرحنا بعودة النصر نتأسى كمحبين للكرة السعودية بأركانها قاطعة وبالذات الأركان الأربعة والخمسة اللي تقوم عليها الكرة السعودية. وضع الأهلي بصراحة أنا أعتقد إنه نوع من اللا توفيق اللي مهما صرف ومهما عمل ومهما كذا ما يوفقون. يعني غيابه غريب ولا مش غريب؟ إلا جدا جدا مستغرب. لا غيابه عن الاستفتاء يعني موسمه كان متوسط لهالدرجة إنه لا يظهر. لا بالتالي خلال 24 ساعة يعني كل ساعة يشارك تقريبا 2000 أي. تتوقع جمهور الأهلي يعني متحمسين هم يتابعون استفتاءات وكذا ما عندهم شيء حتى بالنسبة لهم يعني ما هنا الحافز الكبير. أكبر حافز كان موجود لدى النصراويين بحكم انهم الابطال الشبابيين الهلاليين والاتحاديين بحكم النتائج دائما النتائج المفرحه تجعل الجميع يبتهج الجميع إيجابية. ما في شك للجمهور بالذات الحضور او المشاركه في مثل هكذا استفتاءات. جميل بنروح لفقره مهمه جدا ولكن بعد الفاصل مع صالح الحمادي تركي العواد مسلي المعمر صالح الصقري وفيصل ابو اثنين وقفتنا الاخيره نتابع بعدها في المرمى وفي 46,000 اختاروا الأسوأ في الموسم الرياضي السعودي بعد قليل.